أسعد الله صباحكم بكل خير متابعينا، وأهلا وسهلا بكم في فقرتنا الصباحية الأبراج، دائما بداية من حمل حتى الحوت. طبعا قبل أن أبدي فقرتي الصباحية معاكم وعن تفاصيل أبراجنا وأفلاكنا اليوم، بس حبيت أنه أنوه على أنه طبعا أهلا بكم بالساعة الثانية، وفقرتنا الصباحية اللي راح يكون اليوم هو فيلم القمر المكتمل في برج القوس الناري، وأيضا معنا أيضا المشتري في الحمل الناري. إذا اليوم أبراج طبعا متصدرة بالدرجة الأولى للأبراج النارية ثم الأبراج الهوائية، لأنه أيضا عطارد المرتفع في مولود الجوزاء ويدعم طبعا الأبراج اللي راح تكون الهوائية للجوزاء والميزان، ثم الترابية ومن بعدها المائية. إذا اليوم الحظوظ جدا ممتازة لجميع الأبراج، وإن شاء الله نتمنى أن تستغلون هذه الطاقة أقصى استفادة ممكنة حتى ترتبون جميع أموركم. لكن عادة اليوم هي ربما فترات جدا إيجابية للم الشمل بطريقة كلش كبيرة لجميع الأبراج طبعا على الصعيد الاجتماعي خصوصا، يخدم هذا اليوم إذا حاولنا أنه نروح لمصالحات أو نروح إلى عدم يعني مشاكلة، أو ربما نروح يمكن للتصعيد في الحديث اليوم أبدا ما راح ينفع، لكن هو اليوم ينفع بالدرجة الأولى العلاقات الاجتماعية. طيب متابعينا، من خلال هذا الاكتمال الجميل للفيلم القمر الناري، تعالوا معنا خلينا نشوف إصداء هذه التفاصيل على بقية الأبراج من خلال قراءتنا الصباحية. وكالتالي راح يكون الحمل ربما اليوم يتحدث طبعا عن علاقة مهنية أيضا للجانب المهني أو العلاقات الاجتماعية اللي احنا تحدثنا عنها، وقد يكون هذا اليوم بعض المخالفات اللي يمنعك عنها الفلك، وربما الأمور تكون قانونية. احذر المشكلات وتجنب طبعا الممنوعات لحلما تتولد المتاعب والعاطفة. اليوم حاول قدر المستطاع أن تتجنب الخلافات في العمل بعدائية، وحاول أن يكون النجاح هو حليفك. طبعا الصحة أجواء اليوم مريحة ومتوفرة وربما مساعدة جدا إيجابية. متابعينا، فقط حكيت عن مولود طبعا الحمل الناري، ليش؟ لأنه الحمل النار اليوم هو أعلى نقطة في الأفلاك والأبراج، اليوم هي متصدرة حظوظكم وجميع ربما الأمور الإيجابية اللي تحظى للأبراج النارية بالدرجة الأولى ثم الهوائية، راح ناخذها ونستمع لها من خلال اتصالاتكم ومشاركاتكم. طبعا معنا أول اتصال هاتفي نشوف. ألو ألو ألو، صباح العافية. صباح الورد. مية هلعيني. شلونك؟ حبايب قلبي، منو معانا؟ أنا رسل. رسل كلش متفائلة اليوم، ومبين عندك فيلمون القمر يمك يمكن. أيوه ما كلش متفائلة بوجهي. فدوى قلبك حبايب قلبي. رسل شلونك، أخبارك؟ والله الحمد لله بخير، أنت شلونك؟ فدوى عينك. أنا طبعا أكيد راح أكون بخير وأكون سعيدة لما أسمع أخباركم وفرحكم وتواصلكم الحلو معنا. فدوى العينك. ما ودي بدي اسلم عليك. يلا يلا ام عباس، يا اهلا وسهلا. مية هلا حبايب قلبي. ام عبوس الغاليه، شلونك يا عيوني؟ وين هالغيبه؟ وين هالغيبه؟ وين هالغيبه؟ يا الله شاهد. فدوى العينك ام عبوسي غلاتي، وين مسجلينش غياب؟ احنا صار فتره تي ماكو. اي والله ملتين شويه هم ويا الحجي هذه. لازم ابو عبوسي، شو ابو عبوسي لازم كلش رايح بالك يا ام ابو عباس. اي والله. الف لا باس عليكم عيوني الغاليه ام عباس ورسل، اهلا وسهلا، اسعدتوني ونورتوني. يلا ام عباس شلون اساعدكم حبايبي؟ حبيبتي والله يا يما عندنا السيد سعد فد واحد من طيب. قرابته زين زين، واشو هذا نكر عليه الفلوس. طيب زين وعشر انا محرك يا يما وشده وهذه وهذا نكر عليه الفلوس. زين زين يما، لا ماخذين ورقه احنا عليه، لا ماخذين وصل. أي. يصير زوج بنت خالته. طيب الان تسالين عن شنو تحديدا بالضبط تريدين تعرفين؟ أي والله يعود هذا الحق. اي والله يما يطين. شوفوا ما يطين صار. بالنسبه لابو عباس اسمه واسم والدته وشنو هو تاريخ ميلاده؟ ابو عباس فاضل ابن عزيزه. عزيزة زين. الميلاد شنو ميلاده؟ مواليد 1969. اي شهر رابع يوم 6. اي نقول 6/4. اي طيب الحمل ما شاء الله برج الناري. طبعا هو المريخ المؤثر اكثر على هذه الابراج الناريه، لكن فيما يخص الحمل، يعني اني اتمنى انه هذه الفتره اللي عنده حق ربما غائب او ربما يطالب ب ربما حق او ربما يطالب باشياء ماليه خصوصا الابراج الناريه والحمل، اليوم هذه الفتره جدا ممتازه لابو عباس حتى يطالب بحقه، لانه عطارد في مولود الجوزاء
بدا يتحرك، بدا يتحرك ينزل من يمه، فاحنا شو نسوي حتى يكون الحركه قريبه له؟ هذه الفتره جدا ممتازه لحتى يطالب بهذه الحقوق. يعني يروح لينطيني. اي نعم نعم، انصحك، وفي قبض او ربما نصف من القبض، لكن على الاقل اذا كان هنالك شخص شاهد او شيء مؤثر، او ربما يروح لشخص مؤثر، شخص كبير بالعمر، يظهر هذا الشخص كبير بالعمر او ربما يستشار هوايه. اكو ام عباس، اكو حاولي وخليه هذه الفتره لحتى ما تفوت هذه الفترات الايجابيه عنده. والله طيناه فتره يا يمه هوايه، الله شاهد. تمام، حاولوا انه تضغطون، حاولوا انه تضغطون هذه الفتره. ممتازه ممتازه. اذا كلامي صحيح؟ صحيح 100% والله. اذا فدوى لعينك، عيوني معبوسي، اسمعوا كلامنا. هذه الفترات للحمل فترات جدا ممتازه للقبض، حاول انه يضغط اكثر حتى يكون استحصال لهذا الموضوع. اي والله يا يمه، هاي صار لها 3 أشهر. لا في قبض. في قبض. وقلب وجهه وراح. لا لا، اذا اكو قبض، اكو قبض ام عباس، يلا توكلوا، توكلوا بالله، سووا تحرك. اي والله يا يمه انا اتفاعل بيك. فدوى عينك. حبيبة قلبي، فدوى عينك ام عبوسي الذهب. ان شاء الله يطول عمرك، يطول عمرك يا ربي، يا يطول عمرك يا ربي. يلا فترات جدا ممتازه، تحياتنا، تحياتنا للبنات، للعائله الكريمه، وخصوصا لي وعباس. فدوى عينك، ربي يطول عمرك، يحفظك الغالي ام عباس، صديقه البرنامج حياتي اليوميه. هلا اهلا وسهلا بيك، حافظك الله. طيب يعني مشاهدينا الكرام، لمواليد الحمل اللي معاهم هذه الفترات يمكن يبحثون عن حق ضائع او ربما استرجاع اموال معينه، هذه الفتره افضل الفترات. ليش؟ لانه المشتري طبعا هو في الحمل، المشتري يدعم جانب الحظ ويقويه من جميع الجهات، فما نخلي المشتري ينزل من بيتك لحتى تفقد هذه الطاقه. كل اللي عنده حقوق ضائعه هذه الفتره خليه داعي بيها في مساء القبض، خصوصا ام عباس، ان شاء الله خير يا ربي. طيب يلا اتصال هاتفي اخر. الو 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 الو، صباح العافيه. مرحبا، اهلا وسهلا حبيبتي من معانا. الو 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 يا حسناء. حسناء نايمه لو قاعده؟ صبحينا صح. صحي، فقدنا الاتصال بالاخت حسناء. طيب في اتصال هاتفي اخر. الو 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 الو, ألو. مرحبا، صباح العافيه. مرحبا، صباح العافيه. صباح النور، شلونك؟ عينك ميت قلبي. انت من معانا؟ أنا فاطمة البغدادية. والله كل فاطمة أنا قلبي طاير عليك والهانة. والله فاطمة البغدادية ولا لا؟ والله حتى يعني ما يا عيوني أنت، والله صوت ضربات قلبك لمي وصل حياتي أنت. والله أموت عليك. فدوى قلبك وأنا أموت عليكم همينة. فاطمة من وين تتصلين؟ من بغداد؟ أنا من حيوة. حي الله، مية هلا بيكم. أول مرة فطوم؟ اي والله. يلا ما تكون اخر مره حياتي انت. يلا فطومه بسرعه لين قطع الاتصال. 19/9 اي 2004. 19/9 13 13 تمام. شفت ميت، انا عندي ظروف يعني صارت وياي وخربطت حياتي كلها. طيب العذراء انت؟ اي عطارد ما شاء الله هو الان مرتفع يعني معايا. فاطمه قدنا الاتصال مع الاسف بفاطمه، واكو احداث حلوه يعني دا اشوفها مع العذراء اليوم، ممكن انه نحاول انه نصلح لك اياها يا فاطمه. طبعا باختصار شديد لفاطمه، تحياتنا لك وعاود الاتصال ان شاء الله يا رب بخير. فيما يخص مسائل العذراء، طبعا العذراء هو حاكم برجكم هو عطارد، وعطارد هو مرتفع في دوره حياتيه جديده، خصوصا لمواليد العذراء تحديدا. يعني ما شاء الله جمال، كاريزما، مسائل حياتية ممتازة على صعيد الأسرة، على صعيد الاقتران بالزوج بالأولاد، مساحات لمساحات الإنجاب، لقطف ثمار معينة. ليش؟ لأنه هو بيتهم الأساس عطارد، وعطارد بلش دورة حياتية جديدة. إذا حاكم برجهم هو الباطني، لذلك هم يسعون بفترات جدا ممتازة على سبيل، طبعا هيش خليني أقولها، لو كانوا مو على حق واتهموا أنه هم على حق راح يصدقوهم الجميع، لان فتراتهم جدا ممتازه وجميله، تحظى الى النصف الاخر من السنه، وحاولوا انه ترممون كل ما كان ربما خسرتوه بالفترات القديمه. في تراجع عطارد، لان عطارد هو احنا نعتبره هو القطب المهم لدوره الحياه عد الابراج كلها، فلما يرتفع عطارد بهذه القضيه اول الاشخاص اللي يكونون يعني ناجحين في هذه المسائل هو مولود العذراء. هنيئا لك يا عذراء. طيب
يلا روح لاتصال هاتفي اخر. الو صباح الخير. صباح العافيه مية هلا. شلونك مية؟ عيوني ومايها مية هلا. منو معانا؟ فاطمه من واسط. فطومه صباح العافيه فطوم. صباح النور. شلونهم اهل واسط؟ زين الحمد لله. سد ولا عينك فطومه. اول مره تتصلينا؟ لا والله متصله قبل كذي. يلا حياك الله ومية هلا. تفضلي فطوم. يعني انت شو تقولين صدق 100%؟ اويلي يلا سولفي فينا شنو تجربتك كانت ويانا. والله وايد شو اتصلنا بش قلتي لي صدق مو متصلتي تشمينا. يعني كان كلامنا وتوقعاتنا حقيقيه معاكم لمستوا هذا الشيء؟ 100% مضبوط يعني ماكو ابد. شو تقولين صدق؟ فدوه لقلبك حبيبتي يا رب يتمم لكم بخير وسعاده. اشكرك حبيبتي. عيوني فطوم. يلا عيوني لك. تفضلي. مواليد 2000 بشهر الثاني. طيب 2000 يا شهر الثاني 2/2. طيب يعني هو مولود الدلو الوجه الاول واسمها زينب بنت سميره. يلا زينب سميره. عتا انفصال ومشاكل بينها وبين زوجها قبل يعني. انه تبدين اي شيء زينب ام المصايب قبل هيك بدون اي استثناء. اي والله صحيح. يعني جارتني ثلاثه وراها يا ستار يا ربي. كأنه هذه المولوده خطيه يعني صادفت مشاكل عديده في حياتها او نكبات او كسرات. تمام؟ اي صحيح. هذه المولوده. اذا تاخذون مني نصيحه كنصيحه لكل شخص ممكن انه يكون هنالك كنيه معينه، لا احنا اكيد احنا اسماءنا ما اخترناها بارادتنا. وربما اهلنا بفترات معينه يعني على سبيل هيك التجربه انه كانت اسماءنا، يعني لا اسماءنا ولا اهلنا احنا اختاريناهم بملء ارادتنا، لكن ممكن انه يكون لنا اسم كنيه لحتى نبتعد من طاقه عدم التوافق بين اسماء الام والاسماء اللي موجوده، تمام؟ حاول انه تغير اسمها في اي كنيه معينه انتم تنادوها لحتى تتراجع هذه الطاقه وتتناسب مع الاسماء والافلاك الموجوده الان والحركات الايجابيه اللي تكون معاها. وللاسف هذا الاسم يعني طاقته جدا متراجعه او ربما الاسماء والحروف يعني انا يمكن اذا احكي بعد يمكن نص ساعه ما راح نخلص، فاذا تحبون اسمعوا من عندي كنصيحه، حاول انه تكني نفسها باي او تغير اسمها باسم حلو هيك لطيف يعني. تمام؟ اي صحيح. يا رب خير. تشوفون بس ساعتها مشاكل فد مره هي وبين زوجها يعني واصله للطلاق الله يكتب حبيبتي. هذا انفصال بدون نقاش. اللي يعني واضح معايا انفصال. وقد استغفر الله رب العالمين يكون هذا الانفصال انفصال مجتمعي او حياتي بين الاثنين في داخل البيت الواحد، او ربما يكون فعلا هم ذاهبين الى طاقه انفصال، لكن واقعا هذه انفصال وعوده اشياء الى منزل او ربما الخروج الى منزل اخر، وقد يكون طريق امن واحسن وافضل لهذه المولوده، تمام؟ يعني طلاق احسن من ظله تغير. والله هذه طاقه انفصال معانا، جدا واضح هذا الموضوع. وللعلم هذا الشخص كثير العلاقات او متعدد المزاج او العلاقات او كثير الكلام بحق هذه المولودة. صحيح. سؤال صحيح. ماخذ منها اشياء ذهبيه او متعلقات او اشياء ماليه؟ الو فاطمه بعد شويه؟ الو يعني يظهر معنا كانه رايح منها شيء او ربما يدخل لها شيء. يا رب ان شاء الله يقر عينك يا زينب، ونتمنى انه ان شاء الله لذويك واهلك ومحبيك انه يحاولون يختارون فد اسم لطيف يناسبك ويناسب هذه الاسماء والحروف والارقام اللي متواجده معك. طيب يلا روح لي اتصال هاتفي اخر. الو 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 صباح الخير. مرحبا. مرحبا اهلا وسهلا. أنا عذراء. عذراء من وين يا عذراء؟ من بغداد. حي الله البغداد. عذراء اعتقد عذراء اللي هو برجك ايضا العذراء. اي صحيح. شوف شلون باعي يعني حبايبي وبناتنا ما انساهم. حبيبتي حبيبتي عذوره شو اخبارك وين الغيب عذراء؟ والله يعني الشومية صار فتره يعني لا خابرك وما دا احصل. زين ليش يعني لود مثلا ما تحصلين؟ اي أيوة والله لو مثلا مرات ينفتح حلقات واظل انتظر لحد ما يخلص البرنامج. تمام يلا نحن اليوم سعيدين بيك يا حبيبتي يا عذوره. حبيبتي انا الاسعد. في الدول عينك. يلا عذوره شلون اساعدك؟ اريد تشوفي من ناحيه الصحه اليوم. انت الصحه؟ ايش اسم الوالده؟ ليلى. ليلى. طيب. عذراء. عذراء واسمك او يعني برجك هو العذراء، والعذراء هو من افضل
طبعا المسائل الحياتية اللي يمر بها، لأنه حاكم برجه هو عطارد، وعطارد الحياة المرتفع الآن في دورة حياتية جديدة يرتفع معه كل سقف الأمور الاجتماعية اللي تخص مولود العذراء. إذا أنت أحسن فترة هذه الفترات اللي راح تكملين إلى نصف الآخر من السنة، يعني حاولي أنه تقضين كل تفاصيلك لأنه أمور جدا ممتازة. طيب شو تسألينا يا حبيبتي يا عذراء؟ جسمي صار يعني تقريبا اسبوع طلعت مثل بقع بجسمي، يعني ما اعرف هالكميه. طيب حمراء او المحيط تبعها ابيض ام احمر؟ احمر. طيب يعني هي شوفي، بفعل بعض المسائل اللي صعدت، ونحن بنتحدث على انه عطارد اذا ارتفع يرتفع معاه كل المسائل، اذا كانت على سبيل مثلا المسائل الجلديه او التحسس او اي شيء معين. ومثل ما احنا قلنا نكبر الطاقه الايجابيه ونكبر الطاقه السلبيه، هنا السلبي والايجابي يكبر عندك. لتشوفين شلون؟ يعني واليوم عندنا فيلم عن القمر المكتمل في القوس الناري، ايضا له تاثيرات على هذه المسائل، وهذه مسائل ربما تكون يعني من نتيجه لبس او نوع من حساسيه لبس واضح عندك، ما يخالف. حاولي انه الى نهايه الشهر راح يعني حتختفي هذه الامور وهذه المسائل، فما تقلقين ان شاء الله. تمام. زين اريد اسالك على خبرتك انا قبل فتره. طيب. وقلت لي على الكوني طيب. فسويته يعني ما تتخيلين، ورا يوم او يومين صارت الامور كلها تحسنت. أو. واللي قلت لي عليه كله صار يعني. جد؟ اي. حلو. اني سويته بس يعني ما خذيت اطار وشفته دائما وياي. عافيه عاشت ايدك، عافيه. اني شنو انصحك بعد يا عذراء؟ ضيفي معاه 3 6 9، هذا هو الرقم اللي راح يكون يدعم الارقام لنهايه السنه، راح تشوفين بعد افضل من هذه المسائل. طبعا عذراء احنا نهنيك، هي اول متصله او ثاني متصله تتحدث عن الكود الكوني اللي استخدمته ببعض التفاصيل، وهي شافت عليه فرق، يعني هي الان هي على الجو مباشره حتى تبلغ كل متابعينا وتحكي لهم عن تجربتها مع الكود الكوني. اي يعني اليوم اللي قلت لي سويه يمكن سويته، ثاني يوم ما تتخيلين الاخبار الحلوه والامور صارت زين وتحسنت، يعني الامور كلها تحسنت ما شاء الله. والنصائح اللي قلتي لي عليها كلها نسيت عليها، تقريبا قلت اشوف لحد الان تحسن، بس دايما اسالك يعني بعد الامور كان الحمد لله. شوفي عن الامور اللي تساليني اياها، انت مولوده العذراء وحاكم برج هو العذراء العطارد، وعطارد مرتفع في دوره حياتيه جديده الى نهايه السنه، انت جدا ممتازه. حاولي تقضين كل تفاصيلك بهذه النصف السنه، يعني الى بدايه السنه القادمه لازم انت منجزه كل امورك المتعلقه. تمام؟ تمام. يعني حرامات انه تتركون هذه الفتره دون انه تستغلوها، يعني فترات جدا ممتازه وايجابيه للعذراء. تمام. زين هسه قلت لي اضيف عليه؟ ضيفي 3 6 9. 3 6 9. 6. تمام؟ 3 6 9. هذا اقوى مفتاح كوني كان ولا يزال، اللي يعرف شلون يشتغل به، طبعا مع فترات ومع اسماء ومع ساعات معينه ممكن احنا يعني احنا عادي اني حاملتها وياي وين ما اروح. طبعا جدا ممتاز، جدا ممتاز، ما انت جايبه طاقه وياك. اي تمام. زين تسمعين سؤال، اسالك سؤال ثاني اذا ممكن. اكيد بكل سرور. مواليد برج اخويا 14 12. ما ادري الاخ المخرج يعني اكو فتره اخرى. يلا يعني يلا يلا اللي هو 17 12. خليك معي ثواني، طبعا هو مولود القوس بس نشوف الدرجه يا هي. تمام. المشتري، ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك يا قوس. يلا شوفي، هو حاكم برج المشتري، تمام، وهو برج ناري والمشتري في الحمل الناري، واليوم القمر عنده في بيته. شنو هالجمال يا قوس؟ يعني ابدا مو من حق اليوم القوس يمشي وهو ملك، هو والاسد طبعا. اليوم الاسد والقوس حظوظ ما ممكن انه يصادف. من ناحيه القسمه ومن ناحيه الزواج يعني. طيب القسمه والزواج، هو ايش قد العمر؟ مواليد؟ مواليد 88. 88؟ اي. طيب بس سؤال، هذا صاير معاه عاهه او ربما متعور سابقا او شيء معين؟ اي صحيح. اي اي هسه اني بالسليم؟ لا والله كله تمام؟ كله ذهب. كله ذهب، تمام. شوفي مقرونه الحاجبين هذه المولوده تكون سعده وهناء. شو وقت؟ على شهر التاسع. معايا بعدك؟ طيب، على شهر التاسع يا حبيبتي راح يشهد علاقه ناجحه وممتازه هذا المولود. وهذا اليوم هو يوم القوس والأسد بامتياز، يعني
اتمنى انه هذه الفتره خصوصا اليوم في لمون القمر المكتمل في هذا البيت يتمم له نجاحات ويتمم له سعاده جدا ايجابيه وجميله. تمام؟ طيب يلا. اتصالاتي في اخر. الو. الو السلام عليكم. صباح الخير، مرحبا. شلونك؟ اهلا وسهلا حبيبتي، مرحبا. حسناء. حسناء شلون الصحة؟ الحمد لله. أنا حبيبة قلبي، حسونة شنو نايمة؟ صبح صبح. لا والله تعبانة. طيب يلا سلامتك ألف سلامة، تفضلي حبيبتي شلون أساعدك؟ أريد أعلم مولد برجي 1996. طيب. شهر السابع 24. 96 24 7 نقول. إيه. تمام؟ تمام. تمام حبيبتي، طبعا هو مولودة الأسد أنتِ. بس الوجه من الدرجة 18. أنا الصحة والعاطفة. الشمس وناري. يلا العاطفي. شوفي حبيبتي حسناء. الصحة حسناء. العاطفي تتحدثين عن توافق زوج أم عن نصيب؟ لا عن توافق. توافق زوجي؟ إيه. تمام. أول المسائل اليوم أنتم مواليد الأسد لإناث الأسد وذكور الأسد. اليوم أنتم الملوك بامتياز. تمام؟ يعني اليوم الحظوظ معاكم جدا ممتازة، غير شيء اليوم الحظوظ، يعني راح تكون اليوم مباشر أفضل المسائل، هذه الساعات اللي راح تكون خلال هذه اليومين جدا ممتازة لكم، بها طاقات جدا ممتازة، أشياء على جميع الصعد، حاولي أنه تنجزيها بكل تفاصيلها. ونتحدث عن ربما المسائل العلاقات الاجتماعية أو التوافق بينك وبين هذا الزوج. بس سؤال أنا أسأل، هل عنده مشكلة معينة في منطقة العين هذا؟ لا ما عنده شيء في العين؟ لا. في منطقة العين؟ طيب إذا حاولي أنه ينتبه، أو لا سمح الله قد يصاب بحادث معين أو هنالك ضعف في منطقة العين، لكن يأشر. هو مصاب، هو من زمان يعني حادث، فخذوش يا معينة. إذا كلامي تمام؟ إيه من زمان. إيه صار يعني إيه أنا أتحدث ضل أثر يم العين. أحسنتي، أنا من أقول لك أكو شيء يم العين أو مصاب قريب من العين أو بالعين، معناه هذا أخص هذا الشخص وهذا توقعي صحيح. صحيح. تمام حبيبتي اسمعيني. أنا أقول لو تخفين هذه الفترة شوية، لا تحاولين تجادلين أكثر، لأنه هذه المجادلات في ظل بعض التفاصيل الحياتية ربما تأخذك إلى لا سمح الله. لا تزعلين من عندي حسناء، يظهر معاك قد تكونين تروحين لصرف علاقة، لأنه أنت ماخذة قرار وهذا القرار مأثر حتى على نفسيتك، أو ربما تحاولين تروحين لقرار ولكن هذا القرار مأثر على نفسيتك وصايرة أنه كأنه مريضة نفسيا، يعني مسائل صعود النبض، التنفس، حالات الضيق الشديدة جدا واضحة معك. صحيح صحيح. وعلى فكرة هذه الأزمة المرضية هي أزمة نفسية وليس مرضية، اللي واضح معك. تمام؟ اي صحيح صحيح. لكن من وين تخافين؟ من أم أو من أم لزوج أو من أخت كبيرة أو حاسبة حساب لمرة بهذه الموضوع؟ يعني حاسبة لها حساب وها؟ اي أنت حاسبة حساب لمنو؟ في سيدة بالوسط. أختي. تمام. إذا خلينا نحاول شوية يا حسناء يا حبيبتي نهدي هذه الفترة، اليوم أنت مباشر ما أحلاك اليوم مباشر، قولي يا ربي، قولي يا ربي. بس أنا تعبانة دوم يعني تعبانة. إي واضح هذا الموضوع يا حبيبتي، كان الله بعونك. أنا ما عندي إنجاب وهل جاي آخذ قرار يعني. إي إذا كلامي كان تمام، دا أقول لك تريدين تاخذين قرار صح؟ إي صحيح، كل كلامك صحيح. طيب. والله يأسفني يا حسناء إنه أقول لك لو تتخذين قرار أفضل. تدرين ليش؟ لأنه أبو المثل شنو يقول؟ وقوع البلاء ولا توقعه، التوقع قاتل، أنه أنت تتوقعين لحظات، تعيشين لحظات صعبة، فتوكلي على الله، وإذا حبيتي تاخذين القرار، القرار دائما بصالحك، على المقابل على الأقل تشترين عافيتك وصحتك، لأنه الهم يمرض والمرض يموت. ما أنا تكملت لين ما عندي جهال هواي، صار 7 سنين، فشوية حالتي النفسية تعبانة. كلش واضح هذا الموضوع، والله هذا الموضوع واضح. وللأمانة ما تزعلين من عندي، أنت حاسة أو ربما تعتقدين أنه أنت لازم تاخذين قرار وحاسم بهذا الموضوع، لأنه ربما إذا ما أخذتي قرار أنت هم راح يقولوا لك على قرار معين. شو أسوي؟ بس هو مو من يمه، هو من عندي يعني هو. صح. صحيح. كان الله بالعون حسناء، يا رب خير، قولي يا رب خير. قولي يا رب خير. فترة جدا ممتازة وحلوة وإيجابية، ولعل الله الذي أبطأ عنك هو أولى وأبدأ بالأمور. بس نعم. اسمه مطابق يعني ما حسناء بنت منو؟ بنت كريم. بالعكس.
جدا ممتاز. زين، بس تدرين عندك علم بعد 4 سنوات ونص؟ أربع سنوات ونص عندك، فترة حلوة هاي، قد تشهدين أشياء ممتازة. ولو لا سمح الله كان عندك قران أو زواج مع شخص آخر يصير عندك إنجاب. يعني ما يصير عندي إنجاب؟ هذا الطاقة، الطاقة اللي تخبر، طاقة الأم وطاقتك مع هذا الشخص تظهر بالصفر. لكن متأكدة أنا لو يكون عندك قران مع شخص ثاني راح يكون عندك إنجاب 3 أولاد اللي يظهر معك. يعني هذا الشخص ما يصير عندي؟ هذا الشخص ما في إنجاب معه يظهر لك. طبعا هذه في الطاقة معينة كونية ما أستطيع أنا باللحظات الأخيرة من عمر الفقرة أنه أشرحها أو أتحدث عنها، ولكن حبيبتي يا حسناء لثلاث سنوات ونص أو 4 سنوات لا سمح الله هنالك. الله أكبر، استغفر الله رب العالمين، صدق الله وكذب المنجمون. يظهر معاش طاقة بعد 4 سنوات لإنجاب 3 أولاد، الله أعلم. طيب، في اتصال هاتفي ولا خلصت فقرتنا الصباحية. طبعا متابعينا الكرام، قبل أنه أختم فقرتي الصباحية معاكم ما نسيت أنه أخبركم وما تنسون أنه تستغلون هذه الطاقة اليوم وبكرة على أنه فيلمون القمر، أي اكتمال القمر اللي نزل في مولود القوس الناري والمشتري في الحمل الناري، أبراج وحظوظ اليوم للقوس، أكثرنا جمالا اليوم هو القوس والأسد. يعني اليوم أنتم غير اليوم، وأنصحكم أنه تستغلون هذه الطاقة لليومين القادمة. طبعا كل ما يكون هناك فيلمون قمر مكتمل وهذا الاكتمال كل سنة يلا يحصل، تكون هناك ظواهر طبيعية. تمام، اليوم ظاهرة طبيعية كانت هو الغبار، وإن شاء الله يا ربي هو أيضا لطف الجو شوية. إذا متابعينا الكرام فقرتي الصباحية معكم انتهت، لكن لقائي بكم يتجدد كل يوم صباح. بالعودة مرة ثانية لزملائنا بالاستوديو كملوا باقي فقراتهم الصباحية، وأنا أقول لكم باي باي.